سلام البنات، كدايرين؟ لاباس عليكم، نتمنى دائما تكونوا في احسن الاحوال. اليوم غادي نقدم معكم بسبوسه تجي اكثر من رائعه، تجي لذيذه وتجي فتيه، ما غاديش تشبعوا منها. غادي تبقاو معايا مباشره، غادي نشوفوا المقادير والطريقه. اذا اخواتي، غادي نبداو على بركه الله وغادي نعطيكم المقادير. غادي نحتاجو هنا جوج ديال الكيسان ديال العنبه. بون، انا نقول لكم كلشي بالكيسان ديال العنبه. جوج كيسان ديال العنبه ديال السميد رقيق، تيكون نوعيه جيده من الاحسن. عندي كاس معمرش ديال الزيت، حتى هو كيف تشوفوا تيكونش عامر بزاف، تقريبا كاس لاروب. كاس ديال الماء، حتى هو نفس العبار. كاس ديال السنيده. عندي هنا جوج ساشي ديال الخميره كيميائيه، واحد ساشي نكهة الفانيلا. هنا عندي ملعقة صغيرة ديال الخل، عندي واحد زوج بيضات وزوج مندارينات. الجميل في هذه الوصفة أننا غادي نعملو كل شيء في هذا الخلاط كهربائي في هذا الكأس ديالنا. بالنسبة للمندارين، المندارين غادي نعمل وحدة، نحيد هذا بين ما نشرح لكم. غادي نعمل قشور ديال وحدة هنا في هذه الكاسرونة. ليش؟ غادي نعمل بها سيرو اللي غادي نسقي به البسبوسه من غادي نسالي. تشوفوا هذا غادي نخلي على جنب حتى نزيدو الماء والسكر باش نعملو السيرو. بالنسبه لهذه كيف تشوفوا، تنقيوها هكذا شي شويه من هاد هكذا، وتنعملوها في الخلاط بهذا الشكل. بالنسبه للمدارينا الثانيه، غادي نعملها بالقشور ديالها. كيف تشوفوها تيكون يعني مندارين، الا كانوا شي عندي افات هكا نحيدوهم، تكونوا غسلنا المدارينا ديالنا مزيان بحال هكا. نحيدها نزولها. نزول هاد ليفا صافي، ونعمل هنا في الكاس ديالي. صافي، المدارينات ها هما، وحده نقيه وحده لا. دابا هنا غادي نزيد زوج بيضات، يعني جميع العناصر اللي عندي هنا. غادي نضيف واحد القبصه ديال الملح تصحيح الضوء، السنيده، يعني غادي نضيف الماء، الزيت، غادي نخليو غير السميده والخميره حتى الاخير. غادي نضيف ملعقه ديال الخل. صافي، هادو هما العناصر كاملين. غادي نسد على الكاس ديالي وغادي نمشي نطحن مزيان هاد الخليط ونرجع معكم. من بعد ما طحنو كيف تشوفوا قوام، دابا غادي نزيد السميده. الخميره غادي نخلط شي شويه هكذا، غادي نديها مباشره نطحنو شي شويه عاوتاني هاد الخليط ونرجع معكم. الخليط ديالنا من بعد ما طحناه تيكون القوام على هاد الشكل. دابا غادي ناخذ المول. المول دهنتو بالزبده ورشيتو بشويه ديال السميده. غادي ناخذ دابا، ديما طلعوا يديكم تبغوا تصبوا اي خليط سواء كيكه او بسبوسه. دابا غادي نخليها ترتاح واحد شويه بالماء سخن الفران مزيان شي 10 دقائق بحال هكذاك، حتى هذاك السميده تتشرب. وفي هذا الاثناء غادي ناخذ الكاسونه اللي درت فيها هاد القشره ديال المندارين، غادي نزيدها واحد كاس ديال السكر سنيده، سكر على حسب واش بيتوها حلوه بزاف ولا لا، وكاس ديال الماء. صافي، غادي نخلي هذا الشيء يبقى يطيب مزيان حتى يولي لنا على شكل سيرو باش غادي نسقيو البسبوسه ديالنا، وغادي نرجع معكم. غادي نضيف واحد الساشي ديال الفاني.
باش يعطيني واحد النكهه زوينه لهاد السيرو. صافي نحركو ونخليه حتى يعقد شويه. البنات رجعت معكم بعد ما طابت لي البسبوسه وتحمرات. هنا عندي السيرو، صفيت هذوك القشور، خديت غير السيرو. هنا عندي شويه ديال الكوك غنزوق به، وهنا خديت هذوك القشور اللي عملت بهم السيرو قطعتهم على هاد الشكيلات باش حتى هما نزوق بهم ما يضيعوش، راه جاوا ولداد مع معسلين. دابا غادي ناخذ البسبوسه وغادي نسقيها مزيان. غادي خليتها واحد 10 دقائق حتى بردت واحد شويه، ما نجيوش نسقيوها وهي باقا سخونه باش ما تعجنش. صافي وتنبدا نسقي البسبوسه ديالي على هذا الشكل. صافي غادي نخليها واحد شويه عاد غادي نزيد الكوك. اذا اخواتي وصلنا اخر فيديو، كيف تشوفوا البسبوسه ديالنا تجي على هذا الشكل زوينه في الشكل ديالها، حتى في المذاق ديالها رائع. غادي نقطع معكم واحد الطريف باش نشوفوا. شوفوا السهوله باش تزول، وشوفوا كيفاش المول تتبقى نقيه. شوفوا البنات كيفاش تجي فتية، لذيذة لذيذة بزاف البنات، تجي تتحمق. بالنسبة للزواق بإمكانكم تزوقوا بأي حاجة بيتو، باللوز بالمندارين هكذاك نقيوه وتزوقوا به. عندكم بزاف الافكار باش تسوقوا البسبوسه ديالكم واللي موجود في الدار بالتاكيد. نتمنى البنات تجربوا هذه البسبوسه وان شاء الله غادي تعجبكم بزاف بزاف، وغادي نتلاقاو ان شاء الله في فيديو قادم باذن الله.